المشاريع العالقة والمتوقفة والاستثمارات الممكنة والمتاحة، هموم اقتصادية بين تركيا وليبيا احتضنها مؤتمر مشترك للتنمية والاستثمار في مدينة اسطنبول. الفعالية شهدت حضورا رسميا من البلدين، في مقدمته وزيرا الخارجية والتخطيط بالحكومة المقترحة الطاهر سيالا والطاهر الجهيمي، ووزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، ومبعوث الرئيس التركي إلى ليبيا أمر الله إشلر، إلى جانب مشاركة عدد من رجال الأعمال الليبيين والأتراك. والله الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر وكل ما سيترتب عليه من لجان ومؤتمرات وجلسات ونقاشات هو حل مشاكل الشركات التركية المتعلقة بعودتها لأعمالها أو لاستئناف مشروعاتها في ليبيا، سواء كانت المشاكل الأمنية أو المشاكل المالية أو المشاكل الفنية الأخرى. وزير الاقتصاد التركي أشاد في مستهل المؤتمر بالعلاقات الاقتصادية التي تربط البلدين والاستثمارات التركية بليبيا خلال السنوات الماضية، في حين أكد وزير التخطيط بالحكومة المقترحة ضرورة الإسراع بعودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة منذ سنوات. يبدو الإخوة المشرفين على المؤتمر أرادوا أن يحيوا الشراكة الاقتصادية التركية الليبية، هناك كما سمعتم في الجلسة الأولى وفي حديث الجلسة الافتتاح أنه في أرقام كبيرة قرابة 21 مليار حجم الشراكة في 4 محاور رئيسية: الإنشاءات والصيرفة، الكهرباء، الصحة. هذه المشاريع أغلبها متعطل، الطرف التركي يشكو من جانب أنه مستحقات لم يتقاضاها، الطرف الليبي يعتبر بأنه دفع مليارات ولم يستلم شيء، فهذا الخلاف يحتاج إلى ستلمنت، إلى توافق، إلى معالجة. كلمة التوافق هذه سياسي واقتصادي وتبعنا في كل شيء في الداخل وفي الخارج. المؤتمر الذي تتواصل أعماله يومين خلص إلى تشكيل لجنة يترأسها وزير التخطيط الليبي ووزير الاقتصاد التركي للنظر في ملفات الشركات التركية المتوقفة عن العمل في ليبيا منذ عام 2011 التي يبلغ عددها أكثر من 300 شركة، ما زال مصيرها هي ومشاريعها رهنا لعوامل عدة قد تعجل فيها خلاصات المؤتمر. عودة الاستثمارات التركية إلى ليبيا وعودة الشركات التركية للعمل على أرض الواقع هي أبرز الملفات التي تم نقاشها في المؤتمر الليبي التركي للتنمية والاستثمار، إلا أن الهاجز الأمني يظل العقبة الأكبر أمام عودة هذه الاستثمارات على المدى القريب. محمد النبوت، قناة النبأ، اسطنبول.